يعبثون بهذا البلد، يعبثون بشعب 25 مليون في خط الفقر، في خط المجاعة. من يوقف هذا العبث الذي يقول عنه ملايين اليمنيين وينال من حياتهم الواقعة تحت خط الفقر والمجاعة؟ ربما لا إجابة لهذا السؤال، أو يحتاج لسنوات كي نجيب عنه ونصدق كيف أن بلادا تسربت من أصابع أبنائها نحو المجهول. ليس وضعا طبيعيا هذا الذي تضيق فيه خيارات النجاة أمام اليمنيين للخروج من أزمة انهيار العملة الوطنية التي تعصف بالسوق المحلية، وكلما ضاقت الأزمة أكثر تكشفت أقنعة الحلفاء من الخصوم وبات المتسبب واضحا. في ظل انهيار العملة وهم يتفرجون علينا ويتفرجون على أوضاع الشعب المأساوية، نحمل بدرجة أولى التحالف العربي لأنه خذل اليمن. تذمر شعبي واسع من الدور الذي لعبه التحالف العربي بدرجة الرئيسة في إطالة الحرب وخذلانه لآمال اليمنيين خلال الأربعة الأعوام الماضية، علاوة على إيقافه لحركة الموانئ وتعطيله عملية تصدير المنتجات والمشتقات النفطية إلى خارج البلاد، ما أدى إلى انهيار الريال اليمني وتراجعه المخيف أمام الدولار، ليشكل بذلك أزمة خانقة في عموم محافظات البلاد ومنها الجوف. هناك توقيف لتصدير المشتقات النفطية من الموانئ، وهناك توقيف للمطارات الجوية التي تجلب العملة الصعبة. لا أحد يقوى على مقاومة نار الأزمة وأسعار سلعها وموادها الغذائية المختلفة التي وصلت إلى ضعف ما كانت عليه في الفترة الماضية. يقول المواطنون هنا أن قيمة المواد تتضاعف كل يوم نتيجة التضارب في أسعار الصرف وتسعيرات المواد من تاجر لآخر، لا سيما في المناطق المحررة في ظل غياب حكومة الشرعية وسلطاتها التي ساهمت ببقائها خارج البلاد في اتساع الفجوة بينها والشارع واستياء اليمنيين من عجزها في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. المواد الغذائية اعتمدت على الله، زي ما الحقين الزبادي الحليب ب6500، العصير ب9500. في مواجهة الانهيار الاقتصادي، التحدي الأكبر في حياة اليمنيين وموتهم البطيء بين تحالفات مهووسة بالأطماع والمصالح وشرعية هشة وانقلاب مسخ وبلا مشروع. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.